بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني طلبة كلية التمريض، بنكمل مع بعض سلسلة المحاضرات الخاصة بالريسبيريشن. ده الجزء الثاني من المحاضرة الأولى، وهنتناول فيه كيف تتم عملية الريسبيريشن. كلنا عارفين إن الريسبيريشن يعني التنفس عبارة عن عمليتين: عملية إن أنا بستنشق الهواء الخارجي وأدخله جوه اللنج جوه الرئة، ده بنسميها عملية الشهيق، عملية الإنسبيريشن. والعملية الأخرى إن أنا بطلع الهواء من الرئة بره، الهواء اللي مليان ثاني أكسيد الكربون أطلعه بره في عملية اسمها الإكسبيريشن. يبقى الإكسبيريشن عبارة عن عمليتين: عملية إنسبيريشن إن أنا بعمل إنسبيريشن وأعمل إنترينج أوف إير مليء بالأكسجين، بدخل هواء مليان بأكسجين عشان يدخل جوه اللنج. أما عملية الإكسبيريشن هي عملية إن أنا بطلع الهواء اللي في اللنج اللي فيه ثاني أكسيد الكربون وبطلعه بره بعملية اسمها اكسبيريشن. يبقى عندنا عمليتين، عملية اسمها انسبيريشن وعملية اسمها اكسبيريشن، عملية الشهيق وعملية الزفير. هنتناول في الجزء ده بريفرال ميكانيزم اوف ريسبيريشن، كيف تتم عملية الانسبيريشن وكيف تتم عملية الاكسبيريشن، كيف تتم عملية الشهيق وكيف تتم عملية الزفير، وهما دول الجزئين الخاصين بالريسبيريشن. أول معلومة لازم نكون عارفينها إن الإنسبيريشن اللي هي عملية الشهيق هي عملية أكتف. أكتف يعني عملية نشطة، تحتاج إلى كونتراكشن يعني انقباض للعضلات، لعضلات معينة هي اللي بتقوم بهذه العملية. هي عملية تحتاج إلى عضلات، فعشان كده بنسميها أكتف، يعني ما بتتمش لوحدها باسف زي ما هنشوف في الإكسبيريشن. يبقى عملية الإنسبيريشن اللي هي عملية الشهيق هي أكتف بروسيس، يعني عملية أكتف يعني محتاجة كونتراكشن يعني انقباض أوف المسلز، العضلات معينة. هذه العضلات اللي بتنقبض وبتعمل عملية الانسبيريشن بنسميها انسبيراتوري مسلز، عضلات الانسبيريشن أو عضلات الشهيق. طب إيه العضلات المسؤولة عن عملية الانسبيريشن؟ عندنا عضلتين أو نوعين من العضلات مسؤولين عن عملية الانسبيريشن. طبعا كلكم عارفين من معلومات ابتدائي إن في عضلة اسمها الحجاب الحاجز اللي هي الديافراجم، والعضلة دي مسؤولة عن الجزء الأكبر من الورك الخاص بالانسبيريشن. تمام، هناك مجموعه من العضلات اخرى اسمها اكسترنال انتركوستال ماسلز. يبقى العضلات المسؤوله عن عمليه الانسبيريشن الديافراج، ودي العضله الاهم واللي مسؤوله عن الجزء الاكبر من عمليه الانسبيريشن، عضله الديافراج اللي هي الحجاب الحاجز. ومجموعه من العضلات اسمها اكسترنال وليس انترنال، اكسترنال انتركوستال ماسلز. يبقى نعرف من السلايدز دي معلومات مهمة جدا ان الانسبيريشن دي عملية اكتف ولا باسف. اكتف يعني محتاجة عضلات عشان تتم، باسف يعني مش محتاجة حاجة، بتتم لوحدها بدون الحاجة لأي وورك لأي عضلات تقوم بالعملية دي. هي عملية الانسبيريشن عملية الشهيق هي عملية اكتف، يعني عشان تتم لابد من وجود عضلات، هذه العضلات بنسميها ايه؟ انسبيراتوري ماسلز، عضلات الشهيق. هناك مجموعة من العضلات، عضلة الأهم هي الديافراج للحجاب الحاجز، وعضلة أخرى اسمها external intercostal muscles، ودي عضلات موجودة في التشيست. العضلات دي مجموعة العضلات الديافراج والاكسترنال intercostal muscles هي اللي بتتمم عملية الانسبيريشن أي عملية الشهيق. طب كيف تتم عملية الانسبيريشن؟ طب نبدأ نتعرف يا شباب على العضلات المسؤولة عن عملية الشهيق. عندنا عضلة اسمها دايافراجم، ودي خدتوها وخدتوا اسمها قبل كده أكيد في الأناتومي. تمام، العضلة دي عبارة عن سكيليتال ماسل، يعني عضلة هيكلية، سبلايد باي فرينك نيرف، في عصب بيغذي هذه العضلة اسمه الفرينك نيرف. العصب ده اللي بيغذي العضلة ده اللي بيودي لها الإشارة العصبية عشان يحصل لها كونتراكشن. طبعا العصب ده مرتبط بمراكز خاصة بالتنفس موجودة في البرين ستيم في جزء المخ، وبيعمل كنترولينج لعملية الانسبيريشن من خلال البرين. تمام، يبقى في عصب بيروح يغذي عضلة اسمها الديافراج عشان يعمل لها كونتراكشن عشان تتمم عملية الانسبيريشن. الديافراج عضلة مهمة جدا مسؤولة لوحدها عن 75% من الانسبيريشن، من الورك الخاص بالانسبيريشن. عضلة الديافراج مسؤولة عن 75% من الورك الخاص بعملية الانسبيريشن. طيب ماذا يحدث عندما يحدث كونتراكشن للديافراج؟ لما بيحدث انقباض لعضلة الديافراج
عضلة الديافراجم بتنزل لتحت، بيحصل لها ديسند يعني تنزل لتحت. طب لما تنزل لتحت يبقى التشست كافيتي، تجويف الصدر، يكبر ولا يصغر؟ سامعكم كلكم بتقولوا ان لما عضلة الديافراجم بتنزل لتحت ده بيخلي التشست كافيتي يكبر. التشست كافيتي يكبر في انهي ديامتر؟ في الديامتر الطولي اللي هو اسمه لونجيتيودينال ديامتر. يبقى التشست كافيتي بيكبر من خلال كونتراكشن اوف دايافراجم، لان لما بيحدث كونتراكشن للدايافراجم، انقباض لعضلة الدايافراجم، الدايافراجم بينزل تحت لتحت شوية. بينزل قد ايه؟ من سنتي ونص لسبعة سنتي، وده بيسمح بزيادة التشست كافيتي، بيزود التشست كافيتي في اللونجيتيودينال دايامتر. طب لو حصل يا شباب باراليسيس للدايافراجم، هتموت ولا مش هتموت؟ لا مش هتموت، ولكن هيبقى صعب، عملية التنفس هتبقى صعبة جدا، لأنك هتفقد 75% من الورك اوف بريثنج أو الورك اوف انسبيريشن. فالباراليسيس اوف دايافراجم، وهي العضلة المهمة مسؤولة 25% مسؤولية الاكسترنال انتركوستال ماسلز، هيحصل لك تنفس، ولكن هيكون تنفس بصعوبة، هتبذل مجهود أكبر في عملية التنفس، بتحتاج اكسسيف وورك، يعني شغل أكتر اوف انتركوستال ماسلز اللي الاكسترنال انتركوستال ماسلز. يبقى نعرف من هذه السلايدز المعلومات الآتية: الديافراجم دي عضلة مهمة جدا، مسؤولة عن 75% من الانسبيراتوري ايفورت. الديافراجم دي عضلة سكيليتال ماسل، نوعها سكيليتال ماسل، بتتغذى بعصب اسمه فرينك نيرف، عصب اسمه فرينك نيرف، مسؤولة لوحدها عن 75% من الانسبيريشن. الديافراجم لما بيحصل له كونتراكشن بينزل لتحت، بينزل من سنتي ونص لسبعة سنتي، وده بيسمح ان التشست كافيتي بيزيد في اللونجيتيودينال دايامتر. الديافراجم لو حصل له باراليسيس، يعني حصل له شلل، مش هتموت، ولكن التنفس هيصبح صعب، لانه هتبقى التنفس او الانسبيريشن هيتم بالاكسترنال انتركوستال ماسلز، يعني هتشتغل بربع قوتك في عمليه التنفس. فعشان كده تحتاج اكسسيف وورك للانتركوستال ماسلز، وده بيخلي عمليه التنفس تتم بصعوبه، بيبقى عندك ريسبيراتوري ديستريس، يعني عندك صعوبة في التنفس. طب ايه العضلات التانية المسؤولة عن عملية الانسبيريشن؟ عضلات اسمها external intercostal muscles، عضلات اسمها ايه؟ external intercostal muscles، دي سبلايد بأعصاب، أعصاب اسمها intercostal spinal nerves، دي أعصاب طالعة من السباينال كورد، اسمها intercostal spinal nerves، بتدي سبلاي للانتركوستال ماسلز. طب لما يحدث كونتراكشن للاكسترنال انتركوستال ماسلز، ده بيحدث ايه بقى؟ لما بيحصل كونتراكشن للاكسترنال انتركوستال ماسل، ده بيعمل elevation of ribs، يعني بيرفع الريبس لفوق، تمام؟ طب لما يرفع الريبز لفوق من قدام يزود الايه؟ يزود الانترو بوستيريور دايمتر. طب لما يرفع الريبز لفوق من الجنب يزود الترانزفيرس دايمتر الخاص بالتشست كافيتي. يبقى كونتراكشن اوف دايافراج، بنزل الدايافراج من لتحت، فزود الانترو وزود اللونجيتيودينال دايمتر اوف التشست كافيتي. كونتراكشن اوف ريبز، عمل اليفيشن اوف ريبس من قدام، فزود الانترو بوستيريور دايمتر وزود الترانزفيرس دايمتر بتاع التشست كافيتي، تمام. طب لما يحدث بقى باراليسيس للاكسترنال انتركوستال ماسلز، هتموت؟ لا، ولا هتتاثر، لان العضله الاهم في عمليه الريسبيريشن الانسبيريشن هي الدايافراجم. باراليسيس اوف اكسترنال انتركوستال ماسلز از نوت فيتال، دي حاجه مش مميته، ولا هتاثر قوي على عمليه الانسبيريشن، لان عمليه الانسبيريشن تعتمد في الاساس على عضله الدايافراجم. يبقى نعرف من السلايدز دي ان عندنا عضله اخرى مسؤوله عن عمليه الانسبيريشن غير الدايافراجم، مجموعه من العضلات اسمها اكسترنال انتركوستال ماسلز، بتاخد النيرف سبلاي بتاعها من اعصاب طالعه من السباينال كورد، بنسميها انتركوستال سباينال نيرفز. كونتراكشن اوف انترنال اوف اكسترنال انتركوستال ماسلز بيعمل ايه؟ بيعمل اليفيشن، يعني بيرفع الريبس، من قدام يزود الانتروبوستيريور دايمتر، من جنب يزود الترانزفيرس دايمتر اوف التشست كافيتي. هل لما يحدث باراليسيس للاكسترنال انتركوستال ماسلز بيؤثر على عمليه التنفس؟ بيأثر، ولكن بيكون تأثير بسيط. نبدأ بقى يا شباب نتخيل مع بعض كيف تتم عمليه الانسبيريشن، ازاي الهواء بيدخل من بره لجوه. كلكم فاكرين ان الهواء بيدخل من بره لجوه بيكبر اللنج، يعني الهواء اول ما يدخل اللنج بتكبر، لا ده ما بيحصلش، ده اللنج بتكبر فبتسحب الهواء من بره لجوه، ده اللي بيحصل. الميكانيزم اوف نورمال انسبيريشن بيتم على النحو التالي:
اول حاجه عشان اعمل انسبيريشن، عمليه الشهيق، لابد ان تكون هذه العمليه اكتف، يعني محتاجه عضلات، يعني لازم اعمل كونتراكشن للديافراج واعمل كونتراكشن للاكسترنال انتركوستال ماسلز. لما عملت كونتراكشن اوف ديافراج نزل لتحت فزود التشست كافيتي، كبره في اللونجيتيودينال دايمتر. ولما عملت كونتراكشن اوف اكسترنال انتركوستال ماسلز الريبز طلعت لفوق، حصل لها الافيشن، فزودت الدايمتر بتاع التشست كافيتي في الانتروبوستيرور دايمتر والترانسفيرس دايمتر. اذا كونتراكشن اوف دايافراج اند اكسترنال انتركوستال ماسلز انكريز تشست كافيتي ان اول دايركشن، بيزود مساحه التشست كافيتي في كل الاتجاهات. طب خليك مثلا ان عندي تشيست كافيتي ده في غاز معين ببريشر معين، لما اكبر الحجم ويكون الكميه الغاز اللي موجوده في اللنج بتكون واحده، طب لما اكبر حجم اللنج وكميه الغاز واحده، الضغط جوه اللنج يقل ولا يزيد؟ سامعكم كلكم بتقولوا الكميه واحده وكبرت اللنج، اذا الضغط جوه اللنج هيقل. تمام، يبقى لما عملت زياده في التشيست كافيتي في كل الدايركشن، تشيست كافيتي كبر، الضغط جوه التشيست كافيتي او جوه اللنج قل. طب ضغط الضغط جوه اللنج عباره عن ايه؟ بيكون زيرو. زيرو ده يعبر عن ايه؟ بيعبر عن الاتموسفيريك اير اللي هو الضغط الجوي. الضغط جوه اللنج بيساوي الضغط الجوي، لان الضغط الجوي اللي موجود بره بيبقى زيرو اللي هو 760 مللي ميركري، والضغط جوه اللنج بيكون 760 مللي ميركري اللي قلنا زيرو. لو قل عن الضغط الجوي بمقدار 1 مللي ميركري بنقول ماينس 1، لو قل 2 نقول ماينس 2. طب لما زودت، لما عملت كونتراكشن للديافراجم والاكسترنال انتركوستال ماسلز، تشست كافيتي كبر، الضغط جوه اللنج قل بقى ماينس 1 او ماينس 2. طب لما قل الضغط جوه اللنج، اللنج دي هل مفتوحه بره على الخارج؟ اه مفتوحه من خلال الماوس على الخارج، اصبح الضغط بره في الجو 1 اتموسفيريك بريشر، والضغط اصبح الضغط بره اللي هو 1 اتموسفيريك بريشر اللي هو زيرو، اصبح الضغط بره زيرو، اصبح الضغط في اللنج ماينس 1 او ماينس 2، فالهواء دخل من بره لجوه. طيب نيت تاني يا شباب عشان نفهم الكلام ده. اول خطوه في خطوات النورمال انسبيريشن كونتراكشن اوف انسبيراتوري ماسلز. تاني حاجه، لما عملت كونتراكشن للانسبيراتوري ماسلز سواء كان دايفراجم او اكسترنال انتركوستال ماسلز، انكريز all diameters of the chest cavity، زودت اللونجيتيودينال دايمتر وزودت الانتروبوستيرور دايمتر والترانسفيرس دايمتر، مما ادى الى اكسبانشن اوف chest wall. اكسبانشن يعني chest wall كبر. تمام، الانترابلور بريشر ده هناخده بعد شويه، هناخده في الجزء الاول من المحاضره الثانيه، بيكون من ماينس 4 لماينس 6، مش هيشغلنا دلوقتي. طب الضغط بقى جوه اللنج حصل له ايه؟ اللنج حصل له ايه؟ وانا بسحب تشيست وول سحبت اللنج، فحصل ديستنشن اوف لنج، اللنج كبرت. طب اللنج كبرت وجواها هواء، كان الضغط فيه زيرو، لما كبرت كبرت شويه في الحجم والهواء كميته زي ما هي، يبقى الضغط جوه اللنج يقل ولا يزيد؟ اكيد هيقل، لان كميه الهواء اللي موجوده في اللنج مشكله ضغط زيرو، لما زودت الحجم وخليت كميه الهواء هي، يبقى الضغط جوه اللنج قل عن الزيرو بقى ماينس 1 او ماينس 2. يبقى الانترا الفولار بريشر اللي هو الضغط جوه اللنج اصبح ماينس 1 او ماينس 2، الضغط جوه اللنج اصبح ماينس 1 او ماينس 2، ده يعمل ايه؟ يخلي الهواء اللي موجود بره اللي هو زيرو يدخل من بره لجوه، يحصل اير انتري، تحصل عمليه الانسبيريشن. يبقى عمليه الانسبيريشن تتم من خلال ان انا كبرت اللنج فقللت الضغط جواها، بعد كده الهواء دخل من بره لجوه، حصل انسبيريشن. مش الهواء دخل فكبر اللنج، لا، اللنج كبرت فقل الضغط جوه اللنج فسحبت الهواء من بره، في عمليه اسمها الانسبيريشن. طيب هل العضلات فقط الديافراج والاكسترنال انتركوستال ماسلز هي اللي بتشارك في عمليه الانسبيريشن؟ لا. طب ممكن الواحد يبذل مجهود كبير، يلعب ماتش كوره، يجري، فتشتغل عضلات تاني اسمها اكسسوري انسبيرتوري ماسلز، عضلات اضافيه تساعد عمليه الانسبيريشن، مش شغاله على طول، شغاله لما بتبذل ايفورت كبير. ايه هي العضلات دي؟ ثلاث عضلات كلهم بيبداوا بحرف الاس: استيرنو ماستويد ماسل،
وسريتس انتيريور ماسلز وسكالينس ماسلز. هل العضلات الثلاثه دول شغالين في النورمال بريثنج ديورينج ريست؟ لا، بتشتغل في الاكسس وورك، لما بتعمل انسبيريشن بقوه وبشده وبافورت اكتر، زي لما بتبذل اي مجهود بتشتغل الاكسسوري انسبيرتوري ماسلز. وايضا بتشتغل في الناس العيانين اللي عندهم مشكله في الديافراج والاكستند انتركوستال ماسلز، تبدا تشتغل العضلات الاضافيه اللي هي الستيرنومستويد ماسلز والسريتس انتيريور والسكاليناس ماسل. دي عضلات بستخدمها في الفورسد انسبيريشن وليس في النورمال بريثنج او نورمال انسبيريشن. طيب نتكلم بقى عن الاكسبيريشن، عمليه، احنا كده اتكلمنا عن عمليه الانسبيريشن، عمليه الشهيق، ميكانيزم اوف اكسبيريشن، عمليه الزفير بقى. عمليه الزفير دي عمليه تتم بصوره باسيف، يعني مش محتاج عضلات، يعني في النورمال اكسبيريشن مفيش اي عضله بتحصل لها كونتراكشن. نو ماسل كونتراكشن نيدد ات نورمال كونديشن، في الظروف الطبيعيه انا مش محتاج عضلات تشتغل عشان اعمل اكسبيريشن. طيب ازاي بتتم عمليه الانسبيريشن عكس عمليه الاكسبيريشن؟ ازاي يا شباب؟ انا دلوقتي ستوب contraction of diaphragm and external intercostal muscles. اول ما بوقف الكونتراكشن خاصه بالديافراج والاكسترنال انتركوستال ماسلز، احنا عايزين نتخيل بس الوضع يا شباب. اول حاجه الانسبيريشن تم ازاي؟ ان انا عملت كونتراكشن للديافراج والاكسترنال انتركوستال ماسلز، الديافراج من نزل لتحت والاكسترنال انتركوستال ماسلز رفعت الريبز لفوق، الشيست كافيتي زاد في الاول دايركشنز، chest cavity كان الضغط قبل العمليه دي كان زيرو، طب لما زاد في الاول دايركشنز كميه الهواء واحده والحجم زاد، فالضغط جوه اللنج هيقل لماينس واحد او ماينس اتنين، فالهواء هيدخل من بره لجوه في عمليه انسبيريشن. يتوقف حركه الهواء من بره لجوه عندما يصبح الضغط جوه اللنج مقداره زيرو، مساوي للضغط في الاتموسفيريك بريشر. طب بعد ما تمت عمليه الانسبيريشن اصبح الضغط جوه اللنج ايه؟ زيرو، مساوي للاتموسفيريك بريشر. هيحصل ايه؟ ستوبنج، يقف الكونتراكشن الخاص بالديافراج والاكسترنال انتركوستال ماسلز. الديافراج بيحصل له ايه؟ ينزل ولا يطلع؟ لا، يطلع لفوق. والاكسترنال انتركوستال ماسلز تنزل الريبس لتحت، فالتشيست كافيتي يصغر ولا يكبر؟ يقل في كل الدايركشنز. طب قل التشيست كافيتي، اللنج حجمها يقل في حجم غاز ثابت، يبقى الحجم حجم اللنج قل وكميه الغاز اللي موجوده في اللنج ثابته، فده يحصل البريشر بتاع الغاز يحصل له يزيد يزيد يزيد، يبقى زائد واحد او زائد اتنين، اصبح الضغط جوه اللنج اكتر من الضغط في الاتموسفيريك بريشر، تبدا اللنج تطلع الهواء من جوه اللنج لبراها في عمليه الاكسبيريشن، يعني يتم عكس ما تم في عمليه الانسبيريشن. طيب هل كل الاكسبيريشن باسيف؟ كل عمليات الاكسبيريشن بتتم بتكون باسيف؟ لا، في حالات معينه بحتاج فيها عضلات في عمليه الاكسبيريشن. عمليه الاكسبيريشن ان جنرالي بيكون باسيف بروسيس، ولكن في الفورسد اكسبيريشن بس اللي ممكن احتاج عضلات، وده بتحدث ديورنج ديفيكيشن، الحزق اثناء واحد عنده امساك في اثناء الديفيكيشن والحزق، ديورنج ليبر اثناء الولاده الام بتاخد نفس عميق وشديد بتشغل الماسلز الخاصه بالاكسبيريشن. الناس اللي عندهم امراض في التشست زي الناس اللي عندهم برونكيال ازمه يعني ربو شعبي، او الناس اللي عندهم انفيزيما تمدد في الحويصلات الهوائيه، كل يعني هي اما حاجه مرضيه بتخليك تشغل الاكسبيراتوري ماسلز اللي هي نورمالي ما بتكونش شغاله. طب هل في عضلات مسؤوله عن اكسبيريشن؟ ما بتشتغلش في النورمال كونديشن، بتشتغل في الفورسد اكسبيريشن. في الفورسد اكسبيريشن اللي هي في حالات المرضيه زي البرونكيال ازمه والانفيزيما، او في حالات خاصه زي الديفيكيشن لما يكون واحد عنده امساك، او واحده تكون حامل ليور اثناء الولاده. تمام. طب الماسلز اللي انا بستخدمها في الفورسد اكسبيريشن ايه هي؟ هي الانترنال انتركوستال ماسلز. يبقى الاكسترنال انتركوستال ماسلز دي كانت ماسل بستخدمها في النورمال انسبيريشن، اما الانترنال انتركوستال ماسل دي عضله بستخدمها في الفورسد اكسبيريشن، وايضا الابدومينال ماسلز. عمليه الاكسبيريشن السيكونس ايفنتس اللي بتحدث ديورنج اكسبيريشن، الدايفراج والاكسترنال انتركوستال ماسلز بتستوب كونتراكتنج، بتقف عن الكونتراكشن، تمام، مما بيخلي تشيست وول يحصل له ريكويل، يصغر في الحجم، يصغر في الحجم، اللنج تصغر في الحجم، فالبريشر جوه اللنج يزيد يزيد، يبقى زائد واحد او زائد اتنين. بعد كده في النهايه الالفولار بريشر اصبح جريتر زان اتموسفيريك بريشر، الضغط جوه ضغط البريشر اللي موجود جوه اللنج يكون اكتر من الاتموسفيريك بريشر، فالهواء بيحصل له
out of the lung، بيطلع بره اللنج في عملية اسمها الاكسبيريشن. دي كان نهاية محاضرة النهاردة، أو الجزء الخاص بالميكانيزم الخاص بالريسبيريشن، الميكانيزم الخاص بالانسبيريشن والاكسبيريشن. إن شاء الله هنكمل مع بعض بعد كده الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه، أو المحاضرة الثانية اللي هنبدأ نتكلم فيه عن الانترا بلورال بريشر، وهنتكلم عن الجزء الطبقتين ما بين طبقتي البلورة، هنوضحهم في المحاضرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.